هاي بنات، عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل الدي كلاتر سيريز بتاعنا، ولو ما كنتي شفتي اول جزئين منه هكون سايبة روابط الفيديوهات تحت في صندوق المعلومات. الدي كلاتر سيريز هو ان انا بوريكي جزء من المكياج بتاعي واقولك ايه الحلو وايه الوحش وهخلي ايه منه وهرمي ايه منه او هدي حد تاني ايه. النهاردة هنعمل دي كلاتر للماسكارز او الماسكارات والساتينج سبريز بتاعت الوش والباودرز بتاعت الوش. ما تنسيش تشتركي في القناة عشان يجيلك فيديو كل حد وثلاث وخميس، ويلا بينا نبدأ. هنبدأ أول حاجة بالماسكارا، وأنا عندي 18 ماسكارا، يعني كمية بجد مش طبيعية. بس مش يعني معظمهم مش مفتوحين، فطول ما هو الماسكارا مش مفتوحة وما دخلهاش هوا فعادي، يعني صلاحيتها مكملة معاكي لحد ما تبدأي تفتحيها. من تاريخ فتحها بتقعد 6 شهور. فأنا هجمع اللي مفتوحين واحطهم هنا جنب بعض، والباقي اللي مش مفتوحين ممكن نتكلم عليهم كمان شوية. أول واحدة من المفتوحين هي دي من أستر، كانت جاية لي هدية من فيينا، اسمها Big and Beautiful Boom. المفروض هي بتدي فوليوم. شكل الفرشة بتاعتها عاملة كده كيرفت شوية وكبيرة جدا. انا مش من هوايات الفرش الكبيرة دي، ما بتلقش على عينيا. في ناس يعني بتحب الفرش الكبيرة، في ناس بتحب رفيعة وطويلة. انا بحب الفرش بتاعت الماسكارا رفيعة وطويلة اكتر، بتمشي مع رموشي اكتر. فدي يعني ما اشتغلتش معايا قوي، هستخدمها لحد ما اخلصها بس مش هشتريها تاني او مش ممكن اجيبها. بعد كده عندي من استي لودر سامتشس اكستريم لاش مالتيبلاينج فوليوم ماسكارا. الماسكارا دي الفرشة بتاعتها عاملة كده، بتدي فوليوم حلو جدا وبتدي طول بس فوليوم اكتر، ولونها غامق قوي، بتدي تقل قوي للاشز. بحبها بس مش بحس ان هي بتعمل حاجة مش ممكن ماسكارا ارخص منها تعملها. وطبعا استي لودر غالية جدا، فعلى سعرها مش شايفة ان هي بتعمل لي حاجة فظيعة، فبرضو هستخدمها بس مش هجيبها تاني. بعد كده عندي الماسكارا دي من لوريال، اسمها دبل اكستنشن. هي فكرتها ان انت بتبدأي برقم واحد هنا اللي هو برايمر للرموش، زي بالظبط برايمر الوش، في برايمر كمان للرموش عشان يجهزها قبل ما تحطي عليها ماسكارا، وبعد كده بتروحي بالناحية التانية عليها اللي هي الماسكارا. دي ناحية البرايمر ودي ناحية الماسكارا، نفس الفرشة تقريبا، الفرق ان هنا بيبقى لونه ابيض والماسكارا لونها سودة. بحبها جدا جدا جدا، والبرايمر فعلا بيعمل فرق في الرموش بجد. بس مشكلتها الوحيدة ان البرايمر بتاعها لونه ابيض، فلما تيجي تحطي ماسكارا لازم بقى تقعدي تعيدي عشان تداري على كل اللون الابيض، وساعات ما بيتدرقش. نفس فكرة الماسكارا بتاعت لاش بتاعت لوريال اللي هي دبل اكستريم، عندي برضو من لوريال واحدة تانية جديدة اسمها فولس لاش سوبر ستار ريد كاربت بلاك. هي برضو نفس فكرتها ان انت بتبدأي بالناحية الاولانية برايمر والناحية التانية ماسكارا، بس دي مقفولة لسه مش هفتحها دلوقتي غير لما اخلص اللي عندي. بس هي نفس الفكرة بالظبط، اكسبت ان دي الاجدد منها. واللي حلو بقى في دي ان البرايمر او الناحية بتاعت البرايمر لونه اسود مش ابيض. نتكلم بعد كده على اسنس اي لوف اكستريم البينك، تحفة تحفة تحفة، من احلى الماسكارات اللي جربتها في حياتي. شكل الفرشة عامل كده، بتدي فوليوم فظيع، هي شكلها مش طبيعي. يعني لو انت عايزة ماسكارا تديكي لوك طبيعي وخفيف، لا هي بتدي فوليوم يعني. فهي شكلها مش ناتشرال بس جميلة جدا جدا جدا، بحبها جدا، بتدي فوليوم رهيب. هي دي ناشفة شوية فدي خلاص هرميها، وعندي منها هنا واحدة تانية جديدة لسه ما اتفتحتش. نيجي بعد كده للماسكارا دي من تارت، طبعا تارت هاي اند يعني ماركة غالية، اسمها لايتس كاميرا سبلاشز. هم عاملين منها كذا نوع، في نوع ووتر بروف ونوع مش ووتر بروف. ده النوع العادي اللي هو مش ووتر بروف، ده اول نوع نزل، وبرده دي قديمة فهرميها. هوريكو بس شكل الفرشة، وعندي منها الانواع التانية هوريها لكم دلوقتي. سوري انا اتلخبطت، اللي لونها بيربل دي هي الووتر بروف، مكتوب هنا ان هي ووتر بروف. دي شكل الفرشة، الفرشة بتاعتها رفيعة وطويلة شوية، بتدي المفروض طول وفوليوم.
ودي اللي هي البيربل اللي هي الووتر بروف، دي اللي هي خلصانة، وعندي واحدة منها تانية جديدة، وعندي منها اللي علبتها جولد. اللي علبتها جولد فرشتها مختلفة، ده شكل الفرشة في الجولد. الناحية المفروض تبدأي تحطي بالناحية السوداء عشان تديكي فوليوم، بعد كده تقومي قلبة الفرشة وتحطي بالناحية الموف عشان تدي لينث او طول. تمام، نيجي بعد كده لأسنس لاش برينسس اللي لونها موف، دي جديدة عليا والمفروض ان دي بتدي فوليوم. للأسف دي جديدة لسه مجربتهاش ومش هفتحها طبعا دلوقتي عشان ما يدخلهاش هوا، بس انا جربت منها اللي لونها اخضر، يعني بدل الموف ده مكتوب اخضر، واللي لونها اخضر دي بتدي طول فظيع جدا 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 بجد، بتطول الرموش جدا حتى لو انتي رموشك خفيفة وقصيرة، وفي نفس الوقت بتبان طبيعية قوي وخفيفة على الرموش، فانا بحب اللي لونها اخضر جدا، ولما جربتي اكيد هقول لكم حبيتها ولا لا. من اسنس برضو عندي فوربيدن فوليوم ماسكارا رابل، الماسكارا دي وحشة جدا 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 جدا، ده شكل الفرشة اول ما بتطلعيها من علبة، بصي كمية الماسكارا الزيادة اللي على الفرشة، يعني شكلها مقرف بجد، وبتخلي الرموش تلزق في بعض ويبقى شكلها كلامبي جدا، فمحبتهاش خالص، جربتها مرة واحدة ومش حبها خالص، فدي اكيد يعني هديها لحد تاني. وهنا في اللوريال تلسكوبيك ماسكارا اللي بستخدمها مؤخرا في معظم فيديوهاتي، الماسكارا دي رفيعة جدا، الفرشة بتاعتها رفيعة بشكل مش طبيعي، هوريكو دلوقتي. ده شكل الفرشة، عمركم شفتوا فرشة ارفع من كده؟ الفرشة الماسكارا دي بتدي طول رهيب جدا جدا جدا، بتدي فوليوم شوية كمان وبتدي طول فظيع، بس يعني مش بتدي منظر طبيعي، بتدي اكتر يعني تقيلة سنة، بس بتدي طول فظيع. بعد كده فاضل الستة دول، اول واحدة من لوريال بسمانجا ماسكارا، دي كانت مشهورة قوي ان هي بتدي المفروض فوليوم رهيب اول ما طلعت، لسه برضو مجربتهاش من كتر الحاجات اللي عندي، طبعا مش مفروض افتح اكتر من واحدة في نفس الوقت. بعد كده عندي بنفيت رولر لاش، دي برضو جديدة، دي طبعا السايز الصغير او الحجم الصغير، جبتها مؤخرا في فيديو المشتريات بتاعتي بتاعت الميك اب، هكون سايبة الرابط تحت في صندوق المعلومات لو حابين تشوفوه. شكلها عامل كده، شكلها كيوت جدا، والمفروض ان الفرشة بتاعتها من جوه عاملة كده، وبتبقى زي بلاستيك كده وبتتحرك بكل سهولة ومرنة. بعد كده عندي من لانكوم هيبنوس دراما، دي من احلى الماسكارات اللي جربتها في حياتي، هي طبعا غالية بس تحفة 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 تحفة، فمش هفتحها برضو دلوقتي، انا جربتها قبل كده وخلصتها، ودي تاني مرة اجيبها، فعجباني جدا بس مش هفتحها دلوقتي لاني مش بستخدمها دلوقتي. فاضل اخر ثلاثة من كيكو، كيكو هي ماركة ايطالية للناس اللي مش عارفينها. اول واحد ده مش ماسكارا، ده مقوي للرموش، للاسف جربته مرتين ثلاثة بس ومش منتظم عليه، عشان كده مش قادرة احدد هو كويس ولا لا. بعد كده عندي دي برضو من كيكو اسمها بيوتي انرجي، المفروض ان هي اغمق ماسكارا ممكن تلاقيها في حياتك، بس برضو لسه ما جربتهاش. واخر واحدة اسمها فولس لاشز كونسنتريت لانثنينج توب كوت ماسكارا، دي المفروض توب كوت، يعني تحطي الماسكارا بتاعتك وتحطي دي فوقيها، مع اني مش بستخدمها بس كان لازم افتحها اوريكم شكل الفرشة عاملة ازاي. بشكل عام عشان فيديو يكون مفيد ليكو، لو هرجح تشتروا من كل دول ايه، هرجح ان انتي تشتري اللوريال سوبر ستار دي فول سلاش، عشان البرايمر اللي فيها اسود بدل الدبل اكستريم، هرجح انك تاخدي او تجيبي الاسنس اي لاف اكستريم، هرجح انك تجيبي الاسنس لاش برينسس بكل الوانها تجربيها، هرجح انك كمان تجربي لوريال تلسكوبيك لو عايزة حاجة تطول قوي، وهرجح من كل الحاجات الغالية اللينكوم هيبنوز دراما اكتر واحدة. بعد كده بالنسبة للساتينج باودرز او البودرة اللي بستخدمها على وشي، عندي دي ميبلين دريم مات باودر، والاسود ده فيها من برا مش من جوه، زي ما انتوا شايفين هي استخدمتها كتير قوي و I hit pan فيها، ف
مش عارفة، على الأغلب ممكن أخليها، بس أنا ما بقيتش بستخدم أنواع البودرة اللي هي الكمبرست أو المضغوطة، بستخدم أكتر السائلة، ف يعني ممكن أخليها احتياطي بس مش بستخدمها كتير. البودرة المضغوطة الوحيدة اللي عندي وبستخدمها هي Essence All About Matte، بستخدمها بس عشان أثبت الكونسيلر تحت عيني، لأن هي لونها أبيض فبتبيض شوية، فما بحبش أستخدمها على وشي كله عشان ما تغير ليش لون الفاونديشن، بس كويسة عشان تثبتي كونسيلر تحت العين، واللون الأبيض بتاعها يعني ما بيبقاش ظاهر للدرجة دي. نيجي لأكتر نوعين بودرة بستخدمهم، اللي هي البودرة السائلة بثبت بيها الفاونديشن، دي كوتي اير سبان، بحبها جدا بستخدمها على طول، يمكن دي المفضلة عندي اكتر من لورا مارسي، مش عارفة ازاي، بس بحبها جدا جدا جدا، وهي رخيصة وريحتها، بس هي اللي مشكلة يعني ريحتها زي بارفان قديم جامد قوي قوي قوي، ففي ناس لو يعني لو عندك مشكلة مع الروايح مش هتحبيها. اما اللورا مارسي فملهاش اي ريحة، والاثنين على فكرة لونهم بيج، بس يعني ما بيبقاش ليهم لون قوي على البشرة، بس بيزودوا تغطية الفاونديشن حاجة بسيطة، والاثنين بودرة very finely milled او مطحونة كويس قوي قوي قوي، فما بتبانش خالص على البشرة، فالاثنين دول من المفضلين عندي، بس طبعا دي ارخص كتير. نيجي لاخر بودرة وهي البناي بنانا باودر، للأسف ما بحبهاش خالص خالص خالص، ما بحسش ان هي شكلها حلو على البشرة، بحسها بتنشف البشرة وما بتنورش خالص، بصراحة ما عجبتنيش تماما. مش عارفة بقى انا اللي جاتلي كوبي ولا ايه، لاني جايباها اونلاين، بس انا بدفع فيها كتير، يعني دفع فيها سعر الاوريجينال، فمن ساعة ما جبتها وهي مش عاجباني ومش بستخدمها خالص. اخر حاجة نيجي للساتينج سبري، وهو السبري اللي بيترش على الوش عشان يثبت الميك اب، ده المفروض اويل كنترول ميك اب سبري، يعني بيتحكم في الاويل اللي في البشرة او الزيت اللي في البشرة، ده من اربن ديكاي اسمه دي سليك، طبعا ده اغلى وتقريبا يعني شكله دلوقتي يتغير عشان انا جايباه من فترة كبيرة، ولسه من قريب جايبة النيكس مات فينش سبري، ده برضو مثبت للميك اب وبيدي مات فينش او بيخلي البشرة شكلها مات ما يلمعش، في منه دوي فينش بيخلي البشرة شكلها في لمعة، لو انت بتحبي ده اكتر او لو بشرتك جافة يبقى تجيبي التاني احسن. بس كده يا بنات، اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم، انا عارفة ان هو كان طويل قوي معلش، واستنوا بقية السيريز ده، اشوفكم المرة الجاية، باي.